في الشأن الفلسطيني تنوي سلطات الاحتلال تقديم مشروع قانون جديد إلى الكنيست يسمح لها باقتطاع مبلغ من عوائد الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية نتيجة دعم السلطة لأسر الشهداء والأسرى. تفاصيل المخطط الاحتلالي الجديد في هذا التقرير. مشروع قرار عنصري جديد يسعى أعضاء من الكنيست لتمريره وتطبيقه على أرض الواقع. هذا المشروع يطالب حكومة الاحتلال بخصم قيمة المخصصات الشهرية التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلات الشهداء، والتي تصل إلى أكثر من مليار شيكل سنوياً من عائدات الضرائب التي تحولها حكومة تل أبيب لرام الله بحسب اتفاق باريس. لا يوجد أي مسوق قانوني أو دولي يعطيهم هذا الحق، ونحن نقبل يعني بالتقاضي أمام المجتمع الدولي. هذه اتفاقيات مبرمة مع دولة الاحتلال، هم الآن يتطاولون على منظمة التحرير، على الأسرى يعني والأسيرات والشهداء والجرحى الذين يأخذون هذه المساعدات والمخصصات منذ جاءت السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994. ما الجديد الآن؟ بالرغم من تخلي حكومة الاحتلال عن كافة مسؤولياتها الإنسانية والدولية تجاه الأسرى واحتياجاتهم، إلا أنها تحاول سن قوانين إضافية للتضييق عليهم والنيل منهم. الغرام الأول هو الغرامات، حيث أخذت المحاكم الصهيونية تفرض إلى جانب الأحكام مبالغ طائلة على المواطنين، في محاولة أيضا جعل أهلهم يعانون، جعل السلطة والجميع يعانون من جهة، ومن جانب آخر هي تقلل من اهتماماتها والتزاماتها نحو الشعب الفلسطيني نحو الأسرى من خلال تخفيض حتى المخصصات التي تقدمها الأسرى. أصبح الأسير وهي والمنظمات الدولية طبعا أصبح الأسرير كأنه مسجون على حساب أهلي، على نفقة أهلي، في حين كان في الماضي إسرائيل وفي كل دول العالم معروف أن الدولة تقوم باعتقال الأسير، هي المسؤولة عن توفير كل سبل الحياة له، ومطلوب أيضا من المنظمات الدولية كالصليب الأحمر أن يقدم دعما كما كان يقدم سابقا. هذا تنصل من المسؤولية للمؤسسات الدولية وتشجيع للاحتلال ليستمر في هكذا السلوك. آية الخطيب، رؤية